أهلا بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى العناوين التالية: إعلان مخطط جديد لإقامة 734 وحدة استيطانية في راموت بالقدس، الرئيس عباس يلتقي كيري تمهيدا للاجتماع بأوباما اليوم، العالم يحتفل باليوم العالمي للسعادة بالعشرين من آذار، أحمد يوسف حماس ترحب بالمبادرة الأردنية للمصالحة وإنهاء الانقسام. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: نفير عام اليوم دعما للرئيس في معركته الوطنية بالبيت الأبيض، أجهزة حماس تقمع مسيرة تأييد الثوابت، ووزير إسرائيلي ينتقد موقف كيري من الاعتراف بيهودية الدولة، أرئيل يستنفر الأقصى ويصادق على بناء حي استيطاني شمال القدس، حركة المقاطعة تطور تطبيقا للهواتف الذكية يسهل رصد المنتجات الإسرائيلية. نطالع في الأيام: القدس اشتباكات واعتقالات وإصابات في الأقصى وشارع صلاح الدين وباب حطة، وزير الإسكان الإسرائيلي يصادق على إقامة حي استيطاني شمال القدس، يعلون يهاجم مجددا عباس، إنه شريك يأخذ ولا يعطي، إقريع الاقتحامات والانتهاكات العدوانية المستمرة للأقصى تهدد بتفجير الأوضاع، مستوطنون يعدمون 55 شجرة زيتون جنوب نابلس. إلى الصحافة الدولية، ونطالع في صحيفة الشرق الأوسط السعودية: اتفاق سعودي صيني على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتشاور على مختلف المستويات، طلاب الإخوان يرفعون علم القاعدة في جامعة الأزهر، 93% من سكان القرم يصوتون لصالح الانضمام إلى روسيا، عباس يلتقي أوباما اليوم مسلحا بدعم شعبي وعربي لرفض يهودية الدولة الإسرائيلية. ونطالع في الحياة اللندنية: النظام يؤمن ربط دمشق بالساحل، سقوط يبرود واتهام عرسال بإيواء النصرة يرفع المخاوف، انفصاليو القرم يحتفلون بالبدء بحقبة جديدة، أبوظبي والمركز الإماراتي يعيدان تمويل قروض لدبي، اختفاء الطائرة الماليزية لغز تعززه فرضية الاختطاف الإلكتروني. ختام أقوال الصحف، أجمل تحية، ونترككم مع رسوم الكاريكاتيرية.